ذكرى مقاومة الأغواب، ونحيي معها تلك الإبادة الشنيعة التي راح ضحيتها ساكنة مدينة الأغواب وضواحيها في مثل هذا اليوم من سنة 1852، وهي وقفة نستعيد فيها مسار كفاحنا الطويل في مرحلة المقاومة الوطنية ضد العدوان الاستدماري، وما كان يحمله من برامج ومخططات ترمي إلى احتلال الأرض والقضاء على الإنسان الذي ظل يعمرها جيلاً بعد جيل منذ آلاف السنين.